قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نصبح على منا وطمنا على آخر أخبار الطقس وكمان معها أسعار الذهب والعملات. وقبل ده كله لازم تجاوبنا على سؤال حلقتنا، عملت إيه في العيد بعد ما روحت؟ كملت على الرنجة؟ لا، أكلت كنافة بالمانجا، كان في شوية فضلين من رمضان هننويهم. أصح، حدقنا نحلي بقى. طبعا مش معقولة يعني، كانت ترطب كمان. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا تزي، صباح الخير على كل مشاهدينا. احنا النهارده معانا متوسط لاسعار صرف العملات، وكمان معانا نشرتنا الجويه اللي هنبتدي على طول بمتوسط اسعار صرف العملات اللي هتظهر معانا دلوقتي حالا على الشاشه ونتعرف عليها. معانا سعر بيع الدولار الامريكي 18 جنيه 52 قرش والشراء 18 جنيه 44 قرش، اليورو شراء 19 جنيه 33 قرش والبيع 19 جنيه 43 قرش، جنيه استرليني للشراء 22 جنيه و91 قرش والبيع 23 جنيه و3 قروش، الفرنك السويسري 18 جنيه 92 قرش للشراء و19 جنيه قرشين للبيع. الريال السعودي الشراء 4 جنيه 91 قرش والبيع 4 جنيه 94 قرش، الدينار الكويتي 60 جنيه و5 قروش للشراء، 60 جنيه 41 قرش للبيع، الدرهم الإماراتي 5 جنيه وقرشين للشراء، 5 جنيه و4 قروش للبيع، واليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للشراء و2 جنيه و80 قرش للبيع. بعد ما استعرضنا مع بعض أسعار العملات، خلينا نشوف متوسط أسعار الذهب. هنبتدي بعيار 18977 جنيه للجرام، عيار 21 بيسجل 1140 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1303 جنيه للجرام، أما الجنيه الذهب بيسجل 9120 جنيه. ودلوقتي معادنا مع استعراض جولة سريعة في أحوال الطقس في ثالث أيام العيد النهاردة. النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة والجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وفي نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة على كافة الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 29 درجة، وأقل درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في بورسعيد 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.